تمام. سؤال من برضو واحد متابع لنشاطك اسمه معتز الدمرداش، تعرفه؟ انت كصاحب قناة، انا راجل كاعلامي يعني، انت ايه مدى تدخلك في محتوى اللي بيتذاع على شاشة الاون تي في؟ انا ما اتدخلش على الاطلاق يا معتز، انت عارفه. ممكن تسالهم كلهم يعني، ما انا هسالهم يعني، سالهم انا هسالهم، بس على الاطلاق في كلام على ان الاعلام منفلت وان الاعلام ممكن بيولع في معارك في الشارع. انا رايي الشخصي ان القناه، ان اون تي في دلوقتي بقت بتحرض زياده على اللزوم ومش متوازنه حتى في عرض الراي والراي الاخر. ده رايي الشخصي. رايي الشخصي رايي دلوقتي شخصي. ان حاليا انا بقالي اسبوع بشاهد، شايف ان هي ما بتجيبش الراي والراي الاخر. هيقول لك احنا رحنا العباسيه وحاولنا نصور، بعدين كسروا لنا الكاميرات وكسروا لنا البتاع. طب ماشي، ما تنقلها عن طريق اي حد تاني يعني، ما بيجيبلكش كان مركز لو تاخد بالك على الشاشه، يجيب التحرير بس ومش جايب. وانا بقول لبتوع العباسيه ما تكسرهمش الكاميرات، لان المفروض يحطوا الراي والراي الاخر يعني. القناه دايما تبقى مظبوطه ما تجيب الراي والراي الاخر. فانت بتنتقد القناه اللي انت بتمتلكها. في فرق بين ادائها يعني. بص، في فرق بين الملكيه هنا. في مصر في خلط. يعني في خلط بين الملكية وبين الإدارة. أنا لا أدير قناة أون تي في، لا أدير. ما أقدرش أتدخل أي واحد يعني، أنت وأنا أقدر، أنت بتشتغل، لو أنت مش عارف أون تي في أقول لك كلام. والنبي يا معتز ما تقولش كده، وقول كده. هترضى؟ لا مش هرضى طبعا. طيب مش هرضى. ويسري يرضى ولا ريم يرضى؟ ممكن يسمعوني دلوقتي أقول لهم أبوس إيديكوا هتودوا البداية والبلد كمان، مش بس انا يعني. ممكن اقول لهم كده، يمكن يستجيبوا شويه ويهدوا. يعني يجيبوا الناس تقول الراي والراي الاخر مثلا يعني. مش يعني مساله النهارده، فالمساله مش بالغصب. هل انا معقوله مش متعاطف مع كل شهيد مات وكل واحد اتعور والمناظر اللي شفناها دي؟ اكيد. بس بقول ان طب وبعدين؟ زي يعني طلبات كمان، في طلبات. فلازم الموضوع يتلم شويه. طيب على كل حال، بعدين ممكن قضيتنا ممكن تبقى قويه من غير شتائم، من غير تطاول، من غير حاجه كتير يعني. اشجع فيك النقد الذاتي، لان مش معظم الناس بيبقى عندهم الرغبه ان هو ينتقد شيء هو بينتمي ليه، لان ما فيش شك ان اون تي في ونجيب ساويرس يعني سواء فصل ما بين ملكيه واداره، انما اكيد هم كيان واحد في الاخر وفي الاول. شكرا.